الشباب يعني اعتقد انه الفوز الماضي على الاتحاد يفترض انه يعطيه دفعه معنويه كبيره جدا، على الاقل على الجانب النفسي. فنيا مع المدرب الجديد اعتقد انه بدا ايضا انه يضع لمساته داخل الملعب مرتين متتاليتين، واحده في الكاس واحده في يمكن الدوري. شاهدنا جزء من الشباب في مباراه ابها استطاع ان يقلب النتيجه، في مباراه الاتحاد استطاع تجاوزها. مثل المباراة الماضية قلت لك انها يفترض انها تعطيك الثقة على الاقل لما تلعب مع المنافسين اللي في مستواك او اقل منك. حتى الرائد راجع من تعادل مع الاتفاق. هذه انا كنت بقولها لك، انه مكمن الصعوبة يمكن انه الرائد على المستوى انا اعتبره السيء جدا هذا الموسم او المسيره السيئه جدا في الجولات الماضيه، لانه قدم مباراه يعني جيده بشكل كبير امام الاتفاق وعلى ارض الاتفاق واستطاع التعادل، وقدم حتى على ارض الميدان مستوى جيد. هذه يمكن تكون مكمن الصعوبه، انه الرائد ايضا يبحث عن نفسه، يبحث عن تحسين نتائجه، يبحث عن تقديم صوره افضل. اعتقد ان مباراه الاتفاق ايضا انها تعطيك دافع كبير انك تكمل يعني على الاقل المسيرة او تمنح اللاعبين يعني جزء من الثقة. المباراة صعبة، لكن اتوقع انه على الورق الشباب يمكن يكونوا اقرب للفوز.